الشارع التركي أستاذ أحمد ألا يصدق رواية المعارضة في موضوع وضع الأبنية المنهارة في المناطق المنكوبة؟ سأعطيك أيضا مثال. المعارضة منذ 6 سنوات تهاجم توكي وتقول هذه مشاريع فارغة وغير صحيحة والدولة تتكلف مشاريع غير دقيقة. حاليا في أزمة الزلزال المشاريع الوحيدة التي ثبتت هي مشاريع الدولة وهي توكي، أما خارج هذه المشاريع كلها كانت مشاريع فاشلة. طيب في هذه الآلية، يعني أنت حين لا تفهم شعبك، حين لا تفهم ماذا يريد الشعب، ألا يعني بعض جهات المعارضة قريبة للمعارضات في دول الشرق الأوسط، يعني ننقش بالهاشتاج، ننقش بالروتين المتعلق بالافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يعني أن الصندوق سيتحرك وفق هذه الآلية. الصندوق له عقلية مختلفة. يعني أنا سأسألك سؤال، لو أن هناك 20 مليون متواجدين في مناطق النكبات بلا بيوت بلا مستقبل، أولادهم بلا مدارس، لو سألت هؤلاء متى تحصل الانتخابات ماذا سيقول لك؟ سيقول الأولوية عندي أن أستلم بيتي بعد عام. تقول له تمام. المعارضة يقول لك المعارضة إذا لبين ما يصير الانتخابات ويعيدوا بناء الدولة بدون 5-6 سنوات. هذه عقلية الشخص، أنا أتحدث عن عقلية رجل عادي. فيقول لك نعم، حتى إذا عندي مشكلة مع أردوغان أنا هذا الرجل بنى مؤسسات قادرة على استيفاء بهذه الأمور، فأنا أثق به. جزء كبير من الناخب سيتحول إلى هذا الجانب. ليس لأنه هو ليس معارض، لا، لأنه يفكر أولا بأزمته الخاصة. يعني بتقديرك الرأي العام في تركيا لا يريد إجراء الانتخابات في أيار مايو القادم؟ لا ليس هذا الكلام، لكنهم يريدون عدم عرقلة مشاريع إعادة البناء. إن كانت الانتخابات هذه هي الأولوية الآن. نعم، إن كانت الانتخابات في موعدها سينتخبون الرئيس أردوغان. لماذا؟ لأنهم سيقولون أن هذا الرئيس بنى مؤسسات، بينما المعارضة إذا جاءت تحتاج 2 أو 3 حتى تعيد بناء المؤسسات، وبالتالي راحت مشاريعنا إلى بعد 5 سنوات، بينما الرئيس أردوغان مؤسساته قائمة، إذا انتخبناه في هذه المرة سيبني لنا هذه المباني، وله تجارب. يعني الرئيس أردوغان الوعود التي قدمها في مناطق الزلزال، بس في ضخ اليوم إعلامي حتى من بعض الفضائيات العربية كأنه أردوغان هو المسؤول عن هدم هذه المباني بالزلزال. طيب هذا الكلام يعني في هطي. البلدية تابعة للمعارضة، كل شيء تابع للمعارضة، المسؤول عن التراخيص هي البلدية. طيب إذا كان في مناطق بلديات حزب العدالة حصل تمام، لكن في هطي لماذا المصيبة؟ في هطي كل المباني منهارة كلها. يعني هطي كما قال وزير الداخلية، بناء واقف بناء مهدود، بناء واقف بناء مهدود، بينما الخسائر في المناطق الأخرى أقل بكثير. فإذا من يتحمل هذه المسؤولية؟ نفس الكلام نقوله في هنا في إسطنبول. يعني اليوم إمام أغلو يقول 90,000 مبنى في إسطنبول مهدد حسب إحصاءاتهم. طيب 90,000 مهدد، لا عم يحبل الحكومة، لماذا عم يقول أنه أخذوا تراخيص استثناءات من الحكومة؟ طيب لماذا أنت أوقفت مشاريع التوسع الإعماري؟ لماذا أوقفتها إذا كانت هذه المباني؟ يعني أنت ستهد بناء أحدهم، إذا لم تبني له بناء آخر كيف ستهد مبناه؟ فإذا الشعب يدرك تماما هذه الأمور. طيب يقولون حاليا على موضوع الإعفاء من قانون الإعفاء من الإنشاءات. طيب حزب العدالة أقر هذا القانون بموافقة المعارضة، لماذا لم تعترضوا على هذا القانون؟ طيب هذا القانون مقر منذ عام 1960، لماذا طول هذه الفترة لم تعترضوا عليه؟ كلها إشارات تؤكد على أن المعارضة لديها ما يكفي من المشكلات. نعم كما قال أخونا قبل قليل، لو عملت المعارضة على أن تقول تعوا يا دولة نحن سنحاسب البلديات ونبدأ ببلدياتنا وسنحاسب المتعهدين وسنحاسب الوزراء، من سيعترض عليهم؟ لا أحد يعترض عليهم. لكن حين تقول أردوغان مسؤول، يجب أن يسقط هذا يسقط أردوغان حتى يعني تعتدل تركيا. إذن أنت لا تقدم خطاب سياسي، لا تقدم كدورك في المعارضة، دورك في المعارضة يعني اليوم كلام بسيط، قال كليجدار أغلو لم يستقل أحد. طيب يا كليجدار أغلو، بلدية هطي أكثر بلدية تضررت، من استقال في بلدية هطي؟ تصور رئيس بلدية 3 أيام. كلام مهم. طيب كلام مهم، عاد إلينا، بس عاد إلينا له اتصال. تمام، 3 أيام عاد إلينا.